انت بتقول ايه؟ بقولك طردني يا نوح، طردني. لا طبعا مش هينفع اجيلك، انا عند ماما. لا ما تبعتليش عربيه، ما ينفعش. ما اعرفش، لا طبعا مش عارفه افكر. هكلمك تاني. ما تقعد يا جمال يا حبيبي، البيت بيتك. طبعا. ما هو مولد واللي عايز يشمت يتفضل. اصل الدبيحه لما بتقع سكاكينها بتكتر. انا مش جاي عشان اشمت فيكي. اه في الاول والاخر برضه انت ام ابني. والله؟ امال جاي لي ان شاء الله؟ جاي عشان اشوف الكلام اللي في الجرايد ده صح ولا غلط. عشان لو غلط احاول اقدر اساعدك واجيب لك حقك. متشكرين يا سيدنا. اريحك، كل اللي في الجرايد ده صح. اريحك اكتر، اللي في الجرايد ده صح واكتر منه شويه كمان. انا كنت مرافقه على جوزي، يعني مدوراها على الاخر. اطمنت؟ اطمن فيا غبيه؟ ده انا جاي بقول لك انت ام ابني. والسمعه اللي هتطلع عليك هتفضل لازقه فيه طول عمره. سمعتك سابقه يا حبيبي، بلاش نعاير بعض. انا لا جاي عشان اعايرك ولا تفرق معايا. قال لي افرق معايا الواد وبس. افتكر كده ان الواد ده بكره هيكبر ويبقى راجل. تحب الناس تعايره بامه؟ تقول امك راحت امك جت وتجيبوا سيرتك قدامه ليل نهار؟ نصيبه كده. انا عايزه اجيب لك من الاخر. خلي الواد يتبرى مني. هقول لك على احلى منها، خليه يتبرى مننا احنا الاثنين. عارف ليه؟ عشان احنا ما نستاهلوش. يا ريته كان مات في بطني بدل ما يشيل وسختنا احنا الجوز. مات؟ انت مفيش فايده فيكي. انت واحده مش عايزه تبقى نظيفه. لكن انا بحاول ابقى نظيف. كل اللي بيحصل لي ده عشان بحاول انظف، بحاول اتغير عشان الواد ده. لكن انت حجتك ايه؟ بعت كل حاجه وجريتي، سبت الدنيا اللي انا عملتها لك. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الحقد والانانيه اللي مالوا قلبك، اللي خلوكي مش شايفه حاجه غير الفلوس وبس. انت مبسوطه دلوقتي يا فريال؟ انت سكينه سابقه مش شايفه غير روحك وبس. الواد بكره هيكبر ويشوفك في الشارع ويدور وشه عشان بستعر منك. ساعتها الفلوس هتسوى حاجه؟ اكيد لا. بقول لك ورطني يا اختي، سلمني تسليم اهالي. اه المخفي على عينه نوح الزفت. هو انا عارفه له طريق جره؟ ايوه عملوا لي استدعاء. اهلا وسهلا. اول نعمه يا مدام. مين اللي جاي موجود؟ واحد من طرف الشيخ نوح، بيقول ان اسمه استاذ جميل المحامي. طب خليه يخش. حاضر. ايوه حبيبتي، معلش هكلمك تاني. سلام دلوقتي. اتفضل. مساء الفل يا ست الكل. مساء النور يا استاذ جميل. جميل جمال ومالوش مثال يا اخويا. الشيخ بتاعك لبسهالي وبعتك دلوقتي تقرط عليها ولا ايه؟ هي ايه دي اللي لبسهالك يا مدام؟ الهم يا صبي الشيخ، النيابه بعتتلي شكلكوا كده هتلبسوا لي الليله كلها ويظهر البيت بتاعك نسي ان مراته ومسؤوله منه ولا ايه؟ اهدي كده يا مدام، مفيش كلام من ده. امال انا جاي لك هنا ليه؟ ارمي في عيب برمي. الشيخ على فكره اتفاجئ زيك بالظبط وكان لازم يتصرف. ومعلش جت فيك انت، بس احنا بتوع بعض ولا ايه يا مدام؟ واخرتها بقى يا بتوع بعض؟ اخرتها خير ان شاء الله. أنا جاي أقول لك الكلام اللي هتحفظيه وتقوليه قدام رئيس النيابة. كلمتين ورد غطاهم. وبعدين يا ست الكل، أنت ناسية إن أنت معاكي ورقة ضد بتقول إن كل حاجة بتاعته، يعني مالكيش فيه. أبيض يا ورد. أنت هتجنني أنت وهو ولا إيه؟ أنت مش بعت واحد يشتغلني ويطشها مني يا نور؟ لطش إيه؟ الورقة؟ لا الحل يا حرامي الحل. طبعًا الورقة يا أخويا. تصدق وتأمن بالله؟ يا راجل قول لا اله الا الله. لا اله الا الله يا سيدي. الورقه دي انا كنت هتجنن واخدها منها، بس خلاص
انت قصرت عليا المشوار اهو. الورقه دي بقى كانت ممكن تشيلك الليله كلها. بس خلاص بقى الورقه بقت معاك. وبعدين انا ايه وانت ايه؟ ما احنا واحد حبايب يعني. وعلى فكره انا مش زعلان من الكلمتين اللي انت قلتهم لي اخر مره، وعرض الشغل بينا وبين بعض ده ما زال قائم. قلت ايه بقى؟ صدق بالله ولا لا الا الله. لا اله الا الله. وانت صدقت نفسك ولا الورقه دي مش للبيع نوح. الورقه دي عشان انزل لك بيها، اعرفك قيمتك وحجمك. هخليك تندم على اليوم اللي طلعت لك فيه مش اكتر. اعمل اللي بيجيلي لباب ربنا. وبعد ده بتعمل كل ده ليه؟ هتاخد من ورا ده ايه يعني؟ مزاج. بتسلى عليك لحد ما تدلنا على مكان المهدي. مهدي؟ يا دي المهدي وادي شرطه. هو انا لو اعرف طريق المهدي هخبيه منك ليه؟ السؤال ده تساله لنفسك. هترد عليه كويس بقى الايام اللي جايه لما تعرف المفاجاه اللي انا محضرها لك. بس عايزك بقى تفكر كويس هتقول ايه لمسعود حجي لما يعرف ان انت السبب على جره على النيابه. طب انا مالي ومال مسعود حجي؟ ونيابه ايه اللي انا قلت تاني؟ احنا هنقعد بقى نهرف كلام ملوش لازمه. انا مش فضيلك يا نوح. اصبر بس. وايه اخرته الكلام اللي انت بتعمله ده؟ اخرته انا ممكن اشيلك من دماغي خالص، بس تقولي على كل اللي عايز اعرفه. عليك وعلى منصور حجي. شوف المره اللي انت شفتني فيها انا ومسعود دي كانت اول مره اشوفه، وقال لي انه مسافر عشان يقابل المهدي، بس اقسم بالله العظيم ما قال لي هيقابله فين، وقال لي كمان ان دي اول مره هيشوفه فيها، وانه مش طايق يشوفه من اصلا، وان الزياره دي ملهاش اي لازمه، بس لازم هو وشريكه طه يعملوا الزياره دي عشان يبقوا عمل اللي عليهم قبل ما يعملوا الخطوه الثانيه. خطوه ثانيه زي ايه يعني؟ دي بقى الجمله اللي انا حسيت انها وقعت منه، وانه ندم انها طلعت. انا كمان عملت ان انا ما خدتش بالي عشان ما خوفوش منه. هو ده كل اللي حصل. ايه يا متر؟ هنشرف هنا كتير ولا ايه؟ ما خبيش عليك يا فتحي باشا، المره دي القضيه معموله لك وصايا، التحريات ومحضر الضبط والاحراس فيهم تفاصيل وشغل كتير كان بيتم. شغل كتير ايه بقى ان شاء الله؟ مراقبه التليفونات وعينات البانجو اللي اتاخدت من الارض، ده غير السلاح اللي اتلاقى من غير ترخيص، والستات والرجاله اللي اتمسكوا واتعملتهم قضيه دعاره يعني. والاجراءات؟ اذن النيابه سليم، غير الحاجات اللي اتلاقت تلبس طبعا. تلبس؟ وفين الاستاذ بتاعك؟ بعتك تترش لي الكلمتين دول وخلع ايده هو على كده ولا ايه؟ يا باشا الاستاذ سلامه بره مصر وهو اللي كلمني عشان اجي لك النهارده. اسمع يا ابني، انت لسه عيل صغير. بلغ الاستاذ بتاعك يسيب اللي في ايده ويحضر ويتصرف، ولازم يتصرف. يعمل بقى الشويتين بتوعه اللي بياخد عليهم قد كده كل مره. يا باشا مفيش يا باشا، اللي بقول لك عليه تنفذه. انا لو ما طلعتش من هنا مش هيبقى حلو للكل.